شو في بتقرير ناندول حتى؟ ما حدا قدر يعتني فيها إلا أمها. هي حتى ما قالت أي شي عن مراحل العلاج تبعها. إذا قدرت لاقي هالشي هون، وقتها رح ينتهي السبب الأخير لقعدة فاسوندرا بهذا البيت. كلها تقارير عادية، ونحن أكيد منقدر نعطيها أدويتها. طيب فاسوندرا ليش عاطي أهمية للموضوع؟ رح رجع الملف قبل ما يجي حدا ويشوفني. انتي شو عم تساوي بغرفة ناندين؟ خالتي، اسمحي لي إني أسألك نفس السؤال، انتي شو عم تساوي بغرفة أشيش ونانديني بهذا الوقت المتأخر؟ طيب، ولا يهمك، أنا في عندي سؤال تاني غيره. يا ترى خالتي، انتي فيكي تحكي لي عن علاج ناندين بهدول الست سنين اللي مرقوا؟ يلا تفضل. وأنا ليش لا أحكي لك؟ بعدين مين أنتي حتى تسأليني؟ تعرفي منيح أنا مين؟ ببساطة أنا رفيقتها، ولازم أعرف كل شي عن حالتها. بلكي أنتي تركتي البيت ورحتي لهيك يعني. شو ظريفة. شكراً على اهتمامك يا ميتري. أنا ما رح أترك نانديني، وأنتي ما رح تضطري تعتني فيها من اليوم ورايح. ناندو قررت إنه بدها ترجع لهون، وإنتي أكيد رح تروحي. ركزي بحياتك وما عاد تفكري بأي حدا، ولا تشغلي بالك. ماشي؟ طيب، يبدو أنا لازم روح، لأنه فاسوندرا ما رح تحكي لي أي شيء. ماشي. يلا ناندين، يلا حبيبي، نط لفوق، نط نط. يلا، شايف آشيش كيف نانديش فرحة؟ ايه ايه حبيبي، نط بقوة. ممتاز يا بطل، ممتاز. وهلا انا بدي اغلبك. لا، شو ساوي ابي؟ انا مليت من كل شيء. ليش أمي ميتري ما إجت معنا؟ هي كانت عطول تجي معنا وتلعب معي، وأنا ما أمل معها، وأنا اليوم ماني حاسس إني مبسوط بهذا المشوار. نانديش؟ ما إجت ميتري معك، بس أمك وأبوك هون، وهلأ رح نعمل كتير شغلات ظريفة، وإنت أكيد رح تنبسط. يا روحي انت لازم تفرح، نحن هون بس مشانك، مو معقول تضل تنق وتتذكر خالتك ميتري. شو يا قلبي؟ تعال، ليش زعلان وعم تشكي يا محتال؟ تعال قلي ليش، ليش؟ ناندو بتعرفي؟ حتى انا جاي على بالي نعمل شيء جديد. وانت قلي يا بطل، شو هي هي الشغلة؟ ما عرفتها؟ السباحة. نانديش، شو رأيك بالسباحة؟ كتير بحبها. يلا نروح. شبكي حبيبتي؟ خير انتي؟ مالك على بعضك؟ خدي اشربي العصير وحكيلي. أمي، هاتي العصير، شو بدك فيه؟ ابني؟ هي متضايقة لأنه اشتقت كتير لناندو. منيح اللي رجعت نانديني، وهلأ نانديش طلع مشوار مع أبو وأمه، وانتي ارتحتي من كل هذا الهم. بدي إياكي تركزي على حياتك. نانديش ماله ابنك، وهو ابن رفيقتك يا قلبي. أنا بعرف ماما، بس القصة بدها شوية وقت،
كل اللي عم فكر فيه ما تصير مشكلة جديدة بهذا المشوار بالذات وتمرق الأمور على خير. أنا بدي بهاي الفترة نانديني تقرب من ابنها أكثر.